الناموس والمركز الثالث. كانت هناك ايضا مويح المركز الثاني والناموس سيد محمد بن سلطان بن رشيد 13 دقيقة 4 ثواني جزئين من الثانية. هي الإثارة أيضا تهانينا والناموس وتحية لأهالي العوير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. وتابعت ويانا شوط المحليات وشوط المهجنات برفقة زميلي عبد الرحمن أحمد أمين، وكان شوط المحليات وافتتاح 8 كيلو متر بقيادة مغثل السيد راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي، وشوط المهجنات بقيادة سلطان بن حمد بن عمير الشامسي بقيادة مع دمعة. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للثنايا الجعادين المحليات الأصايل لأبناء القبائل. مسافتنا 8 كيلومتر ونداءنا وجوائزنا للمراكز العشر الأوائل، وبنسير بكم مع مقدمة هذا الشوط مع شاهين وشاهين. في المقدمة للسيد خليفة بن تعيب الاجتبي، وفي المركز الثاني جياش، في المركز الثاني للسيد سيف بن مصبح المسافري، وفي المركز الثالث نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات هملول للسيد علي بن خليفة الرميثي، وفي المركز الخامس شاهين للسيد عبد الله بن حمود النيادي، وفي المركز السادس مياس للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري، وفي المركز السابع رسوغان للسيد مطر بن محمد بالضبيعة الاجتبي، وفي المركز الثامن بديع للسيد محفوظ بن خميس الينيبي، وفي المركز التاسع الخوار للسيد حبيب بن محمود بن حبيب، وفي المركز العاشر ختام للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه المنصوري، وفي المركز السادس هملول للسيد مسعود بن سعيد النيادي، وفي المركز السابع شاهين للسيد سعيد بن عامر العويسي. وخلك مع مقدمة هذا الشوط مع مياس. يا سلام يا سلام، لابس عقال السبق منكوس، ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلعي كوس. يا سلام يا سلام يا مياس للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري في مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام لأهل الحوية، يا سلام. ونحن اتجاهنا اتجاه سليم، اتجاه صحيح إلى المنصة الرئيسية وإلى خط النهاية بقيادة مياس. يا سلام يا مياس. مياس لا زال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري. شاهين في المركز الثاني للسيد سعيد بن عامر العويسي، وفي المركز الثالث الغربي للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري. وخلونا مع مياس ومع سلالة مياس في مقدمة هذا الشوط. ها هو مياس تشاهدونه على شاشة التلفزيون، يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية، ومياس في المقدمة. يا سلام، سيطرة صغنية على مقدمة هذا الشوط. وبنقول سلام 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 عليكم يا أهل الحوية. لكن شاهين قادم، شاهين ومياس، شاهين ومياس. مياس تهانينا للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري. شاهين في المركز الثاني للسيد سعيد بن عامر العويسي. المركز الثالث الغربي للسيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري، وفي المركز الخامس بديع للسيد محفوظ بن خميس الينيبي. المركز السادس
المركز الخامس محطم للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. التوقيت الزمني من مخرجنا ابو عدنان ساعة وصول مياس الى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الثمانية كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطع المسافة 13 دقيقة 31 ثانية 9 اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري المركز الثاني شاهين 13 دقيقة 2